السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر من العبد من قناة دروس عالمية أونلاين إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثالث الإعدادي هناخد النهاردة يونت 7 lessons 1 and 2 وإن شاء الله أول ما تظهر النتيجة كل الناس اللي جابت درجات نهائية أو نص درجة أو اتنين اكتب في التعليقات درجتك وإن شاء الله هنعمل لك تهنئة باسمك وكمان شهادة تقدير باسمك وهننشرهم على جروب الواتساب والرابط موجود في الوصف أسفل الفيديو ادخل على الرابط بتاع جروب واتساب تالتة اعدادي ان شاء الله هننشر اول ما النتيجه تظهر وتبعت لنا في التعليقات ان شاء الله الاسم والمحافظه وطبعا على جروب الواتساب هننشر مراجعات مجانيه وملخصات جرامر مجانيه واجابات امتحانات الوحدات وحاجات ثانيه كتير هتعجبكم ان شاء الله وكمان هيوصل لك اشعار بالفيديو اسرع من اليوتيوب نبدا مع اول حاجه اهم كلمات درس الاول والثاني هنقرا كل كلمه مرتين Natural wonders. ما تقولش wonders بقى. Natural wonders. Natural wonders shooting stars shooting stars meteorite meteorite surround surround date bomb trees date bomb trees الال هنا سايلنت وفي نطق غريب شويه ممكن انطق ال destroy destroy pollute pollute News agent news agent Oasis oases, Oasis oases, National Park National Park Coast Coast Shape Shape Wildlife Wildlife Volunteer Volunteer Spring spring. nagobakka natural habitat. coastal habitat. coastal habitat. grassland habitat. grassland habitat. polar habitat. polar habitat. mountain habitat. mountain habitat. rainforest habitat. rainforest habitat. wetland habitat. wetland habitat. desert. habitat desert habitat forest habitat forest habitat الانيمالز بقى الحيوانات المشهوره في البيئات ديت orangutan 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 caracal caracal polar bear polar bear frog frog نحل بعد كده بوب كويز نجيب لي هنا خمس كلمات واربع جمل نمبر 1 Bears live in the north pole. North pole اللي هو القطب الشمالي. يا ترى الدببه الهين اللي بتعيش في القطب الشمالي طبعا الدببه القطبيه. يبقى هنا polar number 2. The not habitat has large green areas with no mountains. البيئه ديت فيها طبعا مناطق خضراء كبيره وما فيهاش اي جبال. كده احنا بنتكلم على grassland اللي هي البيئه العشبيه او المراعي. number 3. The not of the egg is oval. طبعا هنا البيضة ديت يعتبر شكلها بيضاوي يبقى هنا the shape يبقى هنا نمبر 3 نمبر 4 cutting down trees قطع الأشجار the environment قطع الأشجار طبعا بيدمر البيئة يبقى هنا نمبر 4 destroys نجمع أهم كلمات the Nile Delta the Nile Delta area area warm warm model model cover cover wet wet guess guess call call نكمل اهم الكلمات لسن contain contain field field believe believe fence fence robot robot bedouin bedouin location location dive dive locals مقصود بيها local people locals local people appearance appearance cruise cruise magazine magazine factory factory tourist tourist continue continue furniture furniture بعد كده famous places اماكن مشهوره لو تقدر تحفظها احفظ بس لازم تكون عارف شكلها عشان لو جت لك في قطعه او في ديالوج يبقى عارف بيتكلم على ايه ذا وايت ديزرت ناشونال بارك ذا وايت ديزرت ناشونال بارك النيزك ليك النيزك ليك ذا سهارا ديزرت ذا سهارا ديزرت ريد سي كوست ريد سي كوست ذا خارجه اويسيز ذا خارجه اويسيز جبل البا جبل إلبا وادي الوشواشي وادي الوشواشي هرجاده هرجاده بعد كده اتصرفت الافعال غير منتظمه طبعا الافعال المنتظمه بضيف لها دي اي دي اي دي الغير منتظمه كل فعل له شكل خاص بيه فلازم تحفظه فول فيل فولن lay ليد ليد drive drove driven hide hid Hidden. بعد كده definitions التعريفات كلمة هابيتات طبعا معناها البيئة الطبيعية the natural home of an animal or plant الموطن الطبيعي للحيوان أو النبات coastal habitat these habitats are next to the sea البيئات اللي هي الساحلية تبقى بجوار البحر or the ocean أو المحيط you often find rocks there غالبا بتجد صخور هناك desert habitat there is very little or no rain in these habitats البيئة الصحراوية طبعا ما فيهاش أمطار أو أمطار قليلة جدا it can be very hot ممكن تبقى حارة جدا forest habitat اللي هي البيئة الغابات these habitats are large areas of land منطقة كبيرة من الأرض that are covered with trees مغطاة بالأشجار grassland habitat طبعا البيئة العشبية أو المراعي These habitats usually have large green areas and no mountains البيئة ديت عادة بيقى فيها طبعا مناطق خضراء كبيرة جدا وما فيهاش جبال Polar habitat البيئة القطبية These habitats are always cold and are often covered by ice البيئة ديت دائما باردة وغالبا تغطى بالتلج أو بالثلوج Rainforest habitat بيئة الغابات المطيرة These habitats have a lot of trees. البيئة ديت فيها أشجار كتيرة جدا. They are usually very hot. عادة بتبقى حارة. And have a lot of rain. وفيها أمطار كتيرة. Wetland habitat. اللي هي بيئة الأرض الرطبة. There is not always rain. غالبا أو مش دايما فيها أمطار in these habitats. But there is always a lot of water. لكن دايما بيبقى فيها أمطار كتيرة أو مياه كتيرة. يبقى هنا ما فيش أمطار لكن في مياه كتيرة. Fill معناها يملأ. make something full لما تجعل شيء مملوء so there is no space for any more of something ما بقاش اي فراغ لاي شيء ثاني. Oasis واحة an area in the desert منطقة في الصحراء where you can find water ممكن تجد فيها المياه. Polar pear الدب القطبي a large white pear دب ابيض كبير which lives on the ice of the Arctic بيعيش على الجليد او الثلوج بتاع القطب الشمالي. mountain habitat البيئة الجبلية these habitats are very high طبعا البيئة دي عالية جدا it can be very cold in the highest parts تبقى برد جدا في الأجزاء العلوية wonder يعني عجيبة أو أعجوبة something that makes you feel it's beautiful or amazing شيء بيجعلك تشعر ان ايه it's beautiful ان هو جميل or amazing او ايه مذهل دي عجوبة surrounded by خلي بالك surrounded مش لوحدها معاها كلمة by محاط بي everywhere around you يعني كل ما هو حولك يعتبر surrounded by يعني محاط بي ال vocabulary study ال words وال وزي ما انتم عارفين في الامتحان عندنا نقطة من الست اختيارات خاصة بال أو ال يعني إما يجيب synonym يا يعني إما يجيب antonym واحدة خاصة بالprefix prefix وال suffix cause سبب طبعا المرادف السينون بتاعها reason وطبعا الانتونيم المضادة او الاوبزيت افكت أو result نتيجة strange غريب بتساوي unusual أو unfamiliar وعكسهم usual أو familiar عادي أو مألوف local محلي بتساوي native وعكسهم foreigner أو stranger أجنبي top قمة بتساوي peak وعكسهم bottom قاع destroy يدمر بتساوي damage أو break down وعكسهم save ينقذ protect يحمي بتساوي reserve أو save وعكسهم in danger يعرض للخطر natural طبيعي بتساوي normal وعكسهم unnatural أو artificial غير طبيعي أو صناعي ممكن huge كبير الحجم بتساوي massive أو enormous وعكسهم tiny اللي هو صغير الحجم bright صافي أو رائق بتساوي clear أو shiny وعكسهم polluted ملوث national وطني او قومي بتساوي public معاكسهم برايفت او سبيشال خاص بعد كده البريفكس والسفكس حروف البداية والنهايه ار اي -E لما اضيفها في اول الكلمه يقوم بالفعل مره ثانيه يعني زي كلمه رايت يكتب ري رايت يعيد كتابه يو ان تعطي عكس المعنى دي كلمه يوجوالي عاده ان على غير العاده اي ان دي طبعا سافكس بتيجي في اخر الكلمه تكون الاسم من الفعل دي كلمه لوكيشن موقع ERN لما دفع في آخر كلمة تكون الصفة من الاسم زي كلمة Western غربي إن e تكون الفعل من الاسم زي كلمة Endanger يعرض للخطر إل تكون صفة من الاسم زي كلمة Natural طبيعي Coastal ساحلي National قومي ANCE تكون الاسم من الفعل زي كلمة Appearance مظهر ناخد بعد كده General Notes On Reading and Listening Coast Shore بيتش بانك اول حاجه كلمه كوست ساحل حدود البلد تجاه البحر لما اقول لك مثلا ماي داد هاز ا فيلا اون ذا كوست يعني بابا عنده فيلا في الساحل الشمالي لكن كلمه شور الشاطئ الارض التي على حافه البحر او البحيره اي لايك ووكينج الونج ذا شور انا بحب امشي بطول الشاطئ بيتش شاطئ اللي هو البلاج بقى هنا المنطقه الرمليه اللي ايه اللي بجوار البحر اذا ممكن كلمه شور ممكن يبقى فيها صخور ممكن يبقى فيها رمل لكن بيتش على طول اذا كلمه شور هنا ممكن يبقى فيها صخور ممكن فيها رمال لكن بيتش هنا رمال اللي هي البلاج يعني ماي كيدز لايك بلاينج اون ذا بيتش اطفال بيحبوا يلعبوا على ايه على البلاج بانك ضفه النهر There are many cities on the banks of في طبعا مدن كتيرة على ضفتي أو ضفاف الايه النهر. ملحوظة تانية ملحوظ عدم جمع الاسم بعد العدد في حاله وجود هايفن الشرطه ديت في التعبيرات التاليه. A three hour drive يعني قياده لمده ثلاث ساعات. A ten floor building يعني مبنى مكون من 10 طوابق. A five pound note يعني عمله تعتبر او عمله خمسة جنيه. A six person table يعني هنا ترابيزه لسته اشخاص بنحجزها مثلا في المطعم. ملاحظين حاجه ان كلمه اور المكتوبه باللون الغامق ديت هعمل كلام عليها مربع برضه عشان تاخد بالك وكلمه باوند وكلمه فلور وكلمه بيرسون دول لا يجمعهم ممكن نقول اكتب جنبها كده لانها في محل صفه والصفات لا تجمع تمام النقطه الثالثه وندر ما اقولش وندر بقى وندر والثانيه وندر تقريبا النقطه شبه بعض الى حد كبير جدا اللي بالاو وبالايه؟ طبعا اللي بالاو يتساءل او يتعجب. اي ووندر وير منار ليفز؟ انا بتساءل يعني اين تعيش منار؟ لو كانت جايه كاسم معناها عجيبه او اعجوبه يبقى يتساءل او يتعجب لكن هنا عجيبه او اعجوبه. اي ثينك ذا Great بيراميد از ذا بيست ووندر فروم ذا باست اعتقد الهرم الاكبر يعني افضل عجائب او افضل عجيبه من الماضي. wonder لو جت بقى كفعل يتجول بالهدف اللي فعل ايه؟ I don't like those who waste their time wandering in the city. ما بحبش الناس اللي بتضيع وقتها وهي بتتجول في المدينه بلا هدف. ناخد بعد كده important expressions and prepositions تعبيرات حروف جر هامه. الإكسبريشنز expressions الهامه عندي في الوحده دينا get the most rain يعني بيسقط عليها اكثر نسبه أمطار lay eggs تضع البيض. make a list of يعد او يكتب قائمه من. take its name from يستمد اسمه من. show respect for يظهر الاحترام لي made into strange shapes تحول إلى أشكال غريبة a three hour drive from تبعد مسافة ثلاث ساعات بالسيارة عن easy to reach سهل الوصول إليه أهم حروف القارب positions covered by مغطى بي in the shape of an eye على شكل عين be surrounded by محاط بي خلي بالك بي مقصود بيها أمو إزوار was where on the western side of في الجانب الغربي من fall into يسقط فيه be cut out of the rock منحط في الصخر بي برضو مقصود بيها am is or was where for the first time لأول مرة cut down يقطع الأشجار home to mountain لي on a day trip في رحلة لمدة يوم واحد ناخد بعد كده السكيلز مهارات هناخد أول حاجة الليسننج بيكلمنا على بعض الانيمالز بعض الحيوانات والبيئات بتاعتها أول صورة عندنا نمبر 1 orangutans اللي هو انسان الغاب live in rainforest بيعيش في الغابات and spend nearly their entire lives in trees وغالب تقريبا بيعيش كل حياته على الاشجار نمبر two الصوره الثانيه sea turtles اللي هي السحيفه البحريه rarely leave the ocean نادرا لما تغادر المحيط except to lay eggs ما عدا او استثناء يعني ان هي بتضع البيض in the sand على الرمال نمبر 3 the polar bear is one of the few animals that can live in a polar habitat الدب القطبي يعني واحد من حيوانات قليله جدا تقدر تعيش على او في البيئه اللي هي القطبيه. نمبر 4 كراكيلز ليف ان جراس طبعا هنا اللي هو القط زي ما قلنا عليه قط الكاراكال او الوشق المصري زي ما بيسموه ليف ان جراس بيعيش طبعا في البيئات العشبيه المراعي بيكوز ذي ليف او لايك تو هايد ان ذا لونج جراس بيحبوا طبعا ايه يعني يختبئوا في الاعشاب الطويله. فروجز اللي هي الضفادع are wetland animals حيوانات بتحب البيئه الرطبه that are able to live on land تقدر تعيش على الارض as well as in water مثل حياتها برضه ايه على او بالاضافه الى حياتها فين في الميه زي ما بيقول نهو بقى النص التاني there are many different habitats around the world طبعا في بيئات عديده حول العالم خلي بالك الموضوع ده ينفع تكتب عنه باراجراف لو قال لك رايت ا of about 110 words 110 كلمه عن ايه different habitats around the world طبعا الموضوع ده مثالي للنقطه دي coastal habitats are long or along the coast البيئات الساحليه بتبقى بامتداد الساحل of the sea ساحل البحر some animals that live in the sea such as the sea turtles في بعض الحيوانات بتعيش في البحر زي مثلا السلحفاه البحريه will visit land طبعا بتروح لليابسه for egg laying عشان تضع البيض Grasslands are usually found in the center of the large areas of land. البيئات العشبية عادة يعني بتجد أو توجد يعني in the center of large areas في وسط مناطق كبيرة of land في اليابسة. Between mountains and deserts بين الجبال طبعا وليه والصحاري. This is the natural habitat of animals دي طبعا البيئة الطبيعية للحيوانات such as the caracal اللي هو الوشق المصري أو القط الكراكال زي ما قلنا. which like to hide in the long grass بيحب يختبئ في العشب الاعشاب الطويله grasslands are found all over the world طبعا البيئات العشبيه او المناطق العشبيه موجوده في كل العالم warm wet habitats هيتكلم بقى على البيئات الرطبه والدافئه that get the most rain طبعا بيسقط فيها امطار كتيره جدا او اكثر الامطار بيسقط في المكان ده are called rain forests بنسميها غابات مطيره trees grow very tall here طبعا الاشجار بتنمو طويله جدا في المكان ده so that they can get sunlight لكي تستطيع تحصل على ايه ضوء الشمس more than half of the world's animals live in the rain اكثر اكتر من نصف الحيوانات بتاع العالم تعيش في الغابات الاستوائيه او الغابات المطيره الاثنين نفس المعنى including the orangutan ومن ضمنها انسان الغاب a wetland is a place where the land is often covered by water الارض الرطبه بقى تعتبر مكان في اليابسه غالبا مغطى بالمياه for example على سبيل المثال the Nile Delta زي دلتا نهر النيل. With land animals like frogs are able to live on land as well as in water. الحيوانات اللي هي بتحب البيئات الرطبه يعني زي الضفادع قادره ان هي تعيش على اليابسه بالاضافه الى المياه. The top and bottom of the earth are covered by ice. طبعا هنا اعلى الارض والباطن او اسفل الارض مغطى بالجليد. These areas are known as polar habitat. المناطق دي بنسميها اللي هي المواطن أو البيئات الإيه؟ القطبية. The polar bear الدب القطبي is one of the few animals أحد أقل الحيوانات أو أحد الحيوانات القليلة that can live in the cold temperatures there تقدر تعيش في درجة الحرارة الباردة هناك. ناخد كمان نص بس جاي المرة دي في صورة إيه دايلوج ممكن يجي لها في الامتحان برضه بس بنختصره عن كده لأن دي كلمات كتيرة قوي. راندا بتكلمني هل بتقول لها which place do you think should be on the list of Egypt's natural wonders in Nihal؟ تقول لها اي الاماكن اللي بتعتقد ان هي يجب ان احنا ندرجها نحطها في لستة يعني بتاع العجائب الطبيعية في مصر تقول لها I would choose وادي الوشواش انا اختار مكان اسمه وادي الوشواشي طبعا هنا راندا شكلها اول مرة تسمعنا وبتقول لها ايه وادي الوشواشي where is that هو فين ده نهالة قالت لها it's on the way to south Sinai هي موجودة في الطريق إلى يعني إيه جنوب سينا just 15 kilometers away from نويبع طبعا بعيدة عن ميناء نويبع أو منطقة نويبع ب 15 كيلو it's in the mountains of south Sinai موجودة في جبال جنوب سينا راندا بتقول لها I see فهمت that's a long way away ده مكان بعيد قوي what kind of place is it طب نوع المكان ده إيه نيهان قالت لها there are areas of water called springs في مناطق هناك بنسميها الينابيع there they make small lakes high in the mountains they are known as the green springs بنسميها green springs ممكن نقول بقى اليانبيع الخضراء ايا يعني كان الاسم يعني راندا بتقول لها I've never heard of this amazing place انا عمري ابدا ما سمعت عن المكان المذهل ده can you swim there ممكن نسبح هناك نيهان قالت لها oh yes راندا طبعا يا راندا It's a wonderful place for swimming. It's mostly visited by the local Bedouin. طلع ده مكان رائع للسباحة وغالبا يتم زيارته بواسطة الايه؟ البدو المحليين بتوع المكان يعني. Who live near there اللي بيعيشوا بالقرب من هناك. In fact في الحقيقة وادي الوشواشي is looked after by them. يتم الاعتناء بالمكان ده بواسطة البدو دول. You can ask local tour guides ممكن نسأل المرشدين اللي هم ايه بقى؟ المرشدين السياحيين دول اللي بتوع المنطقة يعني to take you there on a day trip يودونا هناك في رحله يوميه otherwise والا it's really difficult to get to والا طبعا صعب جدا توصلوا هناك لازم يكون معاكم مرشد سياحي but i think that's why it's such a special place بس اعتقد يعني لهذا السبب طبعا ده مكان يعتبر مكان خاص ناخد بعد كده reading natural wonders of egypt اللي هي بقى عجائب الطبيعيه في مصر Egypt is visited by more than 14 million tourists every year. مصر يتم زيارتها بواسطة 14 مليون سائح كل عام. We have made a list of the natural wonders طبعا عملنا قائمة بالعجائب الطبيعية ديت of Egypt that we think visitors should know about نعتقد إن الزوار يجب إنهم يعرفوا حاجات عنها. أول حاجة White Desert National Park محمية طبيعية بتاع الصحراء البيضاء. Where, مكانها فين؟ بيقول لي هنا طبعا this huge desert starts on the western side of the river Nile and continues into Libya المنطقة أو الصحراء الكبيرة الضخمة بتبدأ من الجانب الغربي من نهر النيل وتستمر حتى ليبيا. طيب هنا ناخد واحدة واحدة بقى وات؟ إيه هي طبعاً بتكون من إيه؟ قال إت كونتينز فايف أوسس بتكون من خمس واحات with rocks فصخور صخور that the wind has made into strange shapes الرياح جعلتها او شكلتها باشكال غريبه طب why is it a wonder وليه هي من العجائب بيقول هنا the colors change at different times الالوان بتاعت المكان ده بتتغير في اوقات مختلفه of day بتاع اليوم and make them beautiful to look at ويبقى منظرها جميل جدا ان الواحد يبص لها المكان الثاني النايزك ليك بحيره النيزك This natural lake is a three hour drive from her البحيرة الطبيعية ديت على مسافة أو قيادة بالسيارة حوالي ثلاث ساعات من الغرداء. طب وات ايه هي المكان ده ايه هو؟ قال ذا ليك از كولد ذا شوتينج ستار بيسموا المكان ده شوتينج ستار اللي هو كلمه شوتينج ستار مقصود بها هنا الشهاب باي locals. عن طريق الايه؟ المحليين ليه بقى؟ because it's believed that يعني بيؤمنوا من ايه؟ a piece of star يعني قطعه من النجم زي ما بيقولوا او a meteorite او نيزك fell into it وقعت في المكان ده. The lake is cut out of the rock in the shape of an eye and is filled with the bright blue water of the Red Sea. يعني هنا البحيره اتشكلت يعني في الصخور زي ما بيقولوا على شكل عين واتملأت بمياه البحر الاحمر اللي هي المياه الزرقاء. طب why is it أ wonder ليه بقى تعتبر بالعجائب العجائب described by visitors as one of the best places to dive and swim تم وصفها بواسطة الزوار اللي بيزورها يعني من أفضل الأماكن للغطس تحت المياه وكمان السباحة النقطة الثالثة المعلم الثالث جبل إلبا وير موجود فين this national park is surrounded by grasslands المحمية الطبيعية ديت محاطة بالإيه بالعشب between the Red Sea coast بين ساحل البحر الأحمر and the mountains والجبال. What ما هي المكان ده وصفه؟ This national park takes its name from the mountain in the middle of it. طبعا الاسم بتاع المحمية الطبيعية يعني تم أخذه من الجبل اللي موجود في الوسط. Why is it a wonder? طب ليه هو مشهور بقى أو ليه هو عجيبة من العجائب؟ It's unusually green and home to many animals and birds. هو يعني على غير العادة لونه أخضر وكمان يعتبر موطن للحديد من الحيوانات والطيور. However, as it isn't easy to reach, وعرغم من ذلك صعب الوصول إليه. It's not visited often. يعني طبعا لا يتم زيارته. طبعا غالبا. Its location should help to protect the wildlife there. والموقع بتاعه يعني يجب ان هو يحمي البيئة البرية حواليه أو هناك. آخر نص عندي ذا خارجة أويسز. واحد الخارجة is surrounded by محاطة by desert بالصحراء. Far from the river Nile بعيدا جدا عن نهر النيل. it's visited by more and more tourists every year يتم زيارتها بسياح اكثر واكثر كل عام hundreds of date palm trees مئات اشجار البلح زي ما are known or grown here يتم زراعتها في المكان ده The dates are sold in many shops in the area البلح طبعا يتم بيعه في محلات عديده في المنطقه You can also fill your bags with baskets, shoes and furniture that are also made from the dead palm trees. كمان ممكن يعني تملى الشنط بتاعتك بسلات واحذيه وحاجات من الاثاث مصنوعه برضو من ايه؟ من اشجار النخيل. The Kharga Oasis is one of Egypt's natural wonders. كمان تعتبر يعني احد عجائب مصر الطبيعيه اللي هي واحدة الخرجه. نحل بقى كده اسرع كلمات. نمبر 1 نقط are warm wet areas of land يعني مناطق رطبه ودافئه من الأرض طبعًا، where many kinds of plants and birds can grow and live. طبعًا بيعيش فيها حيوانات ونباتات كتير. بنتكلم هنا على ريفرز، رين rainforests، ليك. طبعًا هنا بنتكلم على إيه؟ على الغابات المطيرة أو الغابات الاستوائية اللي هي rainforests. نمبر 2: not habitats usually have large green areas. البيئات ديت فيها مناطق خضراء كتيرة and no mountains وما فيهاش أي جبال يبقى إيه؟ يبقى لاندز. grass لاند اللي هي البيئه العشبيه او المراعي. نمبر 3 انو ات لاند از ذا لاند ذات از نيكست تو ذا سي اور ذا اوشن الارض اللي هي بجوار البحر او المحيط بنقول عليها ايه؟ طبعا هتبقى كوستال لاند اللي هي الارض الايه؟ الساحليه. نمبر 4 انوت از ذا ناتشرال هوم الموطن الطبيعي اور ذا انفيرومنت او البيئه اوف ان انيمال بتاع الحيوان بلانت النبات نبات اور اذر اورجانيزمز اللي هي الكائنات الاخرى طبعا بيتكلم هنا على هابيتات موطن او بيئه بعد كده أسئلة على السينون والأنتون والسفكس والبريفكس. نمبر 5 Some large habitats are found at the top of the earth. بعض طبعا البيئات الكبيرة جدا الواسعة موجودة at the top of the earth في أعلى الأرض. Is the opposite in meaning to top. كلمة إيه بقى؟ مضادة في المعنى لكلمة top. طبعا top طب يعني أعلى القمة يعني وبوتوم القاع أو الايه المنخفض الأسفل يعني. نمبر 6 The floods broke down some coastal hotels in Thailand. الفيضانات دمرت يعني فنادق ساحلية في تايلاند the words broke down here mean كلمة broke down هنا معناها ايه؟ معناها destroyed احنا اخدناها في السينونيم يعني يدمر او دمرها number 7 we can make an adjective from the word coast by adding the suffix ممكن نعمل الصفة من كلمة coast لما اضف لها ايه في اخرها؟ اضف لها ال إيه تبقى coast الساحلي number 8 I'll re-read the story the prefix re- means to read it يقول انا ساعيد قراءه القصه البريفكس ار اي معناها ايه طبعا تريد ات اجين ان انا اقراها مره اخرى يبقى لتر دي نمبر 9 some animals بريفير a جراس لاند هابيتات بعض الحيوانات بتفضل البيئه العشبيه او المراعي هابيتات here means كلمه هابيتات هنا مقصود بها ايه طبعا مقصود بيها a place to live ان يعني مكان تعيش فيه تمام نمبر 10 The sea water here مياه البحر هنا is not I can see the little fish أنا شايف السمك الصغيرة لما تشوف سمكة من المايه يبقى المايه ديت إيه clear مية صافية أو نقية number 11 سيوة is a or an in the western desert سيوة تعتبر إيه سيوة تعتبر واحة في الصحراء الغربية يبقى هنا oasis letter D number 12 water not come naturally to the surface from under the ground طبعا ايه الخاص بالمياه بياتي بصوره طبيعيه من سطح الارض من تحت الارض يعني الى السطح بنتكلم هنا على الينابيع اللي هي ايه سبرينجز ينابيع نمبر 13 the habitats are always cold and are often covered by ice. البيئات اللي هين دائما بارده وغالبا يتم تغطيتها بواسطه السلوك اللي هي بنقول عليها بولر هابيتات اللي هي البيئات القطبيه نمبر 14 A note is something that makes you feel it's beautiful or amazing. طبعا شيء يعني بيجعلك تشعر ان الشيء ده جميل ومذهل يبقى الشيء ده اكيد ايه؟ يعتبر من العجائب يبقى ايه؟ يبقى وندر اوعى تختار اللي فيها ايه؟ ليه مصر؟ اللي هي مستر اللي فيها ايه قلنا معناها تجول بلا هدف لكن وندر اللي هي بالاو معناها عجيبه. نمبر 15 We can make a noun from the word appear by adding ذا suffix ممكن طبعا نكون الاسم من كلمه appear لما اضيف لها في اخرها ايه؟ طبعا أضيف لها ان سي اي بقت appearance اللي هو المظهر. Number 16 The synonym of the word strange is مرادف كلمه strange هيبقى ايه؟ strange معناها غريب يبقى بتساوي unusual غير عادي تمام. Number 17 This house looks like a plane المنزل ده يشبه الطائره. It has a strange هو في strange ايه؟ strange shape يبقى ده شكله غريب. زي اللي يبقى شكل الطياره هيبقى غريب. نمبر 18. هي وركس فور تشاريتي فور فري بيعمل لدى المؤسسه الخيريه مجانا من غير فلوس. هي از يبقى هو ايه؟ فولانتير متطوع. نمبر 19. this ليك از نوت مان ميد البحيره دي ليست من صناعه الانسان يعني ليست صناعيه زي ما بيقولوا. يبقى هي ايه؟ يبقى هنا ناتشورال طبيعيه. نمبر 20. The wind has made the rock not strange shapes. هنا الرياح جعلت الصخرة يعني حولت الصخرة إلى أشكال غريبة. اسمها made into يعني يحول تمام. ناخد بعد كده الجزء الخاص بالجرامر بيتكلم هنا على present simple active and زمن المضارع البسيط في المبني المعلوم والمبني المجهول. طبعا احنا خدنا الكلام ده وعشان كده كاتب لنا ريفيو مراجعة. هناخده بالتفصيل واحدة واحدة. احنا بنجيب صيغة المبني المجهول في المضارع البسيط لما يكون الحدث اكثر اهميه من الفعل ودي اول نقطه يبقى ده اول سبب بنستخدم فيه المضارع في المجهول يعني ايه طب الفعل اللي هو مين اللي هو بالفعل تمام طيب نقطه تانية او عندما لا نعرف من هو الذي قام بالفعل الشيء ما يبقى انا عندي حالتين بستخدم فيهم المبني المجهول الحاله الاولانيه لما يكون الحدث اهم من الفعل والحاله الثانيه لما بنكون ما نعرفش من اللي قام بالفعل او ليس ضرورا ان احنا نقوله ده سببين بتوع المبني المجهول واحده واحده المبني المعلوم اللي هو التكوين اللي احنا عارفينه من زمان بتاع المضارع البسيط عندنا حاجه من الاثنين يا اما فعل مصدر يا اما فعل في اس الفعل المصدر مع اه يو زي او اسم جمع والفعل اللي في اس مع هي وشويت او اسم مفرد ده اللي احنا خدناه بالنسبه لتكوين المضارع البسيط ركز معايا واحده واحده فعندك اول حاجه ولك بيبل ديت فاعل كول ديت الفعل وارم ويت اريز رين فورست ديت المفعول تمام يبقى انا عندي كام حاجه كده عندي تلاتة. يبقى عندي اول حاجه واحد عندي تاني حاجه اتنين. عندي هنا تلاتة. اي جمله موجود فيها الثلاث عناصر دول اللي هو فاعل وفعل وايه ومفعول لو عايز احولها مبني المعلوم ده اسمه مبني المعلوم احوله مبني المجهول اول حاجه بجيب رقم تلاتة مكان رقم واحد اعكسهم يعني فانا هبدا برقم تلاتة. طب المفعول فين يا مستر هيبقى warm with areas المفعول طبعا هبدا بيها فقلت ايه ورم ويت ارياز يبقى يا جماعه زي ما قلت لكم بجيب الفاعل المفعول الاول تمام كده والفاعل بجيبه في الاخر زي ما انتم شايفين تمام جبت ورم ويت ارياز طب هعمل ايه في الفعل المصدر اللي هو كول تكوين المضارع البسيط في المبنى المجهول زي ما قلنا بجيب نائب الفاعل او المفعول بتاع الجمله يعني ام از ار تصريف ثالث، ده تكوين يا جماعه بتاع الايه؟ المبني مجهول. فانا عايز كلمه كول اجيبها في الشكل ده ام ايزر تصريف ثالث. طيب يبقى انا هجيب كول call هتبقى كولد. طب اجيب ام ولا اس ولا ار؟ يا ترى على حسب بيبول ولا وارم ويت ارياز؟ لا هيبقى على حسب اللي انت جبته قبلها اللي هو المفعول. طبعا ده اسم جمع فاروح اقول ايه؟ ار كولد. خلي بالكم الحاجات دي عشان بتلخبطكم وانتم بتحولهم. تمام؟ ناخد مثال كمان. مور ذان 14 مليون tourists اكثر من 14 مليون سائح. فيزيت Egypt هنا بقى اول حاجه الفعل فين الفعل ده كله اللي هو ايه بقى اللي مور ذان 14 مليون tourists دي كلها فاعل طيب الفعل فين الفعل كلمه فيزيت ده رقم 2 المفعول ايجيبت يبقى انا عندي كام حاجه يا جماعه 3 نرقمهم تاني واحد 2 3 دي ثلاث عناصر في الجمله طيب هبدا بايه هبدا بالمفعول برافو عليكم يبقى ايجيبت بعد كده اجيب الفعل اللي هو فيزيت في المبني مجهول يبقى ميزة ازار تصريف ثالث يبقى از فيزيتد واجيب الفاعل اللي هو مور ذان فورتين مليون تورستس في الاخر مسبوقه بكلمه ايه؟ بكلمه باي كده اعتقد الجمله بالنسبه لنا بقت واضحه طب معنى الجمله مصر يتم زيارتها بواسطه اكثر من 14 مليون سائح ناخد مثال كمان عايزين ناكد عشان نفهمها كويس قوي اي ديت الفاعل تيك الفعل ذيس ميديسين ديت المفعول امال افري داي دي تكمله يبقى انا عندي كام حاجه؟ عندي ثلاث عناصر اول حاجه الفاعل الفعل المفعول تمام؟ يبقى دول ثلاث حاجات لما عاوز احول الجمله من مبني معلوم لمجهول هبدا بايه؟ هبدا بالمفعول بدات بيه اللي هو ايه؟ ذيس ميديسين تمام طب الفعل تيك هجيب التصريف الثالث منه يبقى تيكن لا استنى بقى في قبلها بتكتب ام ولا از ولا ار طب هنا الدواء مفرد يبقى از تيكن تمام باي مي انا حاولت الاي الى إيه مي لان بحول الضمير بتاع الفعل بحوله او ما اجيبهاش خالص وصح ما فيش مشكله ولو انت متلخبط في التحويل ما مفيش ما فيش مشكله افري داي تكمل عادي مثال رابع سلمى فيدز ذا بيبيز سلمى طبعا ايه بتقوم بطعام اللي البيبي الصغير يبقى سلمى فاعل فيدز ديات الفعل ذا دي بيبيز المفعول طب انا عايز اقول بقى البيبيز يتم اطعامهم بواسطه سلمى هبدا بكلمه ذا اهيت بعد كده ار فيت زي ما عملنا قبل كده وفي الاخر باي سلمى او ما اجيبهاش والاثنين صح واحد يقول لي يا مصر انا فهمتها والله طيب ازاي بقى اجيب نفي هقول لك النفي ازاي هنا طبعا النفي طبعا بان في او بدزنت ده الموضوع البسيط العادي لو انتوا فاكرين كنا بنقول ايه فاعل دونت زائد المصدر فاعل دزنت زائد المصدر طبعا دونت مع اي او اسم جمع دزنت هي وشي او اسم مفرد واجيب بعدهم دونت او دزنت والمصدر طيب هحولها ازاي للمبني المجهول زي ما مفعول ام از ار بس هخليها منفيه المره دي وتصريف تالت يبقى انا بزود نط بس ركز معايا في الحته اللي جايه دي بقى عايزين نحدد يا مستر الثلاث عناصر اول حاجه الفعل عندي ايه وي الفعل don't بلاي المفعول تنس يبقى انا عندي كام حاجه عندي ثلاثه رقم واحد الفاعل اثنين الفعل تلاتة المفعول طيب انا عايز احول الجمله دي هبدا بايه؟ برافو بدات بالمفعول تمام يبقى ده المفعول اهوت هكتب لك فوق الرقم بتاعه بس وخلاص ده نمبر ايه؟ نمبر 1 او هنخليه بقى نمبر 3 بقى زي ما كان طيب وباي اس ديت نمبر 1 عكسناهم بقى زي ما قلنا بس كانت وي خليناها اس عشان بحولها طيب هنا بقى دونت بلاي استنى يا مصر ده قال لي هنا اذن امال اعمل في دونت؟ خلي بالك فيرب تو دو عند تحويل المبني مجهول يحذف وكان عندي بلاي بس بفتكر ان هي منفيه وما الحته دي يبقى play هتبقى طبعا is played بس الجملة كانت منفية يبقى isn't played يبقى دي هتبقى رقم كام؟ دي رقم تلاتة شفت احنا عملنا ايه؟ يبقى افتكر دي رقم اتنين يا ربي يبقى نفتكر ان احنا بنحذف دو do او does طيب المثال التاني يقول لي هنا عمر doesn't eat sweets اول حاجة هنا يقول لك ايه عمر يعني ايه لا يأكل الحلوى دي رقم واحد و doesn't eat دي اتنين وهنا سويتس ده رقم ثلاثة تمام عايز اخليها من المجهول هبدا بمين برافو برقم ثلاثة بعد كده في الاخر باي عمر اللي هو رقم واحد واجيب قبله باي عايز بقى رقم اثنين هعمل ايه انا سامع الناس برافو عليكم هشطب دازنت الاول عشان ما انساهاش ونوت خليها جنبك كده تبقى ظاهر عشان تفتكر ان ده منفي طب ايت هتبقى ايت طب سويتس يا مصر ما هو عمر مفرد يبقى از احنا قلنا بقى الفعل بيتبع اللي قبله يبقى هنا هتبقى ارنت مش ازنت وطبعا جبنا نفي عشان دازنت يبقى دي هتبقى رقم كام ده تبقى رقم 2 زي ما قلنا بس هنا منفيه تمام فهمت المثبت فهمت المنفي نيجي للسؤال بقى اللي بتنسوه احنا قلنا في المضارع البسيط دو فاعل مصدر داس فاعل مصدر كلام جميل طب في المجهول انا مش كنت بقول مفعول ام از ار تصريف ثالث هعكس هجيب الاول الام از ار الاول بعد كده المفعول والتصريف الثالث نشوف مثال do people speak English in Brazil هل الناس بتتكلم انجليزي في البرازيل واحده واحده معايا طب انا هحدد زي يا مستر؟ زي ما كنا بنعمل بالظبط بس اول حاجه انا سامع ناس بتقول يا مستر اهو احنا هنحذف دو تمام برافو عليك وحذفنا دو وهنحذف الضغط في المثال اللي بعده كمان خلاص اسرحنا منهم تمام نشتغل بقى عادي جدا هبدا بايه؟ يا مستر عايزين نحدد الاول عشان ما منس... ننساش طب حدد يا سيدي بيبول دو رقم واحد الفاعل سبيك الفعل انجلش المفعول وان برازيل ديت ممكن التكمله يبقى عندي رقم ايه رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة تمام نبدأ بإيه؟ اه يا مستر طب انا كده هبدا بالرقم ثلاثة انجلش كلامك مظبوط انت لو بدات بانجلش افتكر بقى تجيب قبلها ام ويز ورا انا كنت بجيبها بعدها لا هجيبها قبلها يبقى از تمام انجلش واشتغل عادي جدا التصريف الثالث سبوكن باي بيبل ان برازيل مثال تاني. اول حاجه يقول هنا سلمى دي رقم واحد تمام study رقم اتنين ماث رقم تلاته فهمناها خلاص حفظناها بقى ماث اند ساينس خلي بالكم دي كمان تبعها فطبعا هبدا اشطب داز سلمى هتيجي في الاخر باي سلمى وهجيب ماث اند ساينس في الاول بس قبلهم ام از ار طبعا دول جمع يبقى ار ماث اند ساينس تصريف تالت ناخد بعد كده السؤال باداه السفهام تقريبا نفس الخطوات بتاع السؤال بالفعل المساعد بالظبط كل اللي هنعمله هنزود اداه السفهام سواء في المعلوم او المجهول على فكره يبقى هنا اداه السفهام دو فاعل مصدر او داس فاعل مصدر زي ما قلنا طب المجهول اداه السفهام ام از ار المفعول تصريفتها بالنص فتعال هنقولها بسرعه دي بقى عشان كده واضحه بالنسبه لنا طبعا بنحذف ايه يا جماعه برافو بنحذف فيرب تو دو حذفنا فيرب تو دو وات يو باي يور كلوز الفاعل فين يو تمام والمفعول هنكتب فوق الرقم بس تمام ماشي عشان الناس برده ايه ما تهش. ادي فاعل والفعل اثنين والمفعول يور كلوز ثلاثه هبدا بعد الاستفهام ثابته ما بغيرهاش يبقى هنا وير تمام دي هتبقى اول حاجه زي ما هي بعدها يا مصر انا مش كنت بجيب المفعول يور كلوز ما احنا قلنا بنجيب قبلها ام ويز يبقى ار يور كلوز والتصريف من باي يبقى تمام مثال ثاني هو كوكس لانش ان يور فاميلي ركز في السؤال ده عشان ما تلخبطش طيب اول حاجه في هنا تكبا الناس اللي تركز هتفهم انا اقصد ايه اول حاجه هكتب الفاعل فين الفاعل ايه ده يا مستر ما فيش فاعل طبعا ما هو ازاي هيجيب فاعل وهو بيسال بهو ما هو تسال عن الفاعل يبقى في خطوه طارت مني تمام الخطوه الثانيه على طول اللي هي كوكس التالتة لانش ركز بقى عشان تعرف احنا بنعمل ايه دي تانية يا مستر تمام اداه الاستفهام ثابته يبقى هو طيب هعمل ايه انا هشيل خطوه من الخطوات بتاعتي اللي هي كانت بتاع الفاعل هشيلها خالص فروحت ايه هو is واجيب المفعول بعدها اللانش cooked باي مفيش حاجه مكتوبه بعد باي ان يور family ليه؟ عشان هو تسال عن العاقل تمام؟ جاي دورنا دلوقتي مع الجزء الخاص بجرامر طبعا وقف الفيديو ذاكر الجزء اللي فات بتاع الجرامر كويس جدا جدا بعد كده حلو لوحدك شغل الفيديو تاني عشان تعرف اجابتك صح ولا غلط وعشان تعرف السبب بتاع الحل طمنا على مستواك في التعليقات واكتب لي جبت كام من 15 في الاسئله الخاصه بالجرامر وخلي بالك ان تفاعلك معانا سواء عملت لايك like او كومنت تشجعنا فيه ده كله يعتبر تشجيع لنا عشان نستمر نشوف اول حاجه نمبر 1 ذا ناشونال بارك فيزيت باي ميني بيبل افري يير الحديقه او المحميه الطبيعيه يتم زيارتها هي مش هتزور نفسها خلي بالك لان المفعول هو الذي وقع عليه الفعل فهي طبعا مش هتقوم بالزياره وقع لها الفعل تم زيارتها يبقى مبني المجهول هي مفرد ولا جمع يا مصر ده مفرد يبقى هنا ايه يبقى is إيه؟ واكتب بعد كده visited تمام نمبر 2 these pictures are taken by my sister هنا يقول الصور دي تم التقاطها بواسطة أختي طبعا هنا جايبها لي مجهول وجايب لي الفعل المساعد فأنا هكتب هنا إيه التصريف الثالث تيكن وخلي بالكم حفظ تصريفات الأفعال مهم جدا. نمبر 3 فوتبول بلايز أول أوفر ذا وورلد هي كرة القدم هتلعب ولا يتم لعبها؟ هيتم لعبها إذا هنا يبقى is إيه؟ تمام؟ بلايد، أول ما تحس إنك هتلخبط في الزمن، هل هو مجهول ولا معلوم؟ اسأل نفسك لمدة ثانيتين، أول كلمة في الجملة دي، هل هي اللي قامت بالفعل تبقى فاعل فيبقى مبني المعلوم؟ ولا هي واقع عليها الفعل تبقى مفعول فيبقى مبني المجهول؟ نمبر فور، ماي روم دازنت tidy باي ماي سيستر، أي usually tidy إيت ماي سيلف، أنا بقول بقى الغرفة لم يتم ترتيبها وسط أختي، هو جابها لي هنا منفيه في المدرع البسيط بس يروم هنا مفعول يبقى انا هنفيها ازاي؟ يبقى ازنت تايدد تمام هنا ايه؟ ازنت ايه؟ تايدد هنا اقول ايه؟ بواسطه اختي يبقى هنا باي ماي سيستر تمام نمبر 5 ذيس ارياز ار نو از بولر هابيتاتس ولكن المناطق ديت معروفه ان هي بيئات قطبيه طبعا هنا جاب لي الار فانا هجيب تصريف ثالث يبقى ايه؟ يبقى نون طبعا اللي مش عارف التصريف الثالث يبقى غلط على طول نمبر 6 these habitats found at the top of the bottom of earth البيئات دي موجودة في أعلى وفي أسفل الأرض بنتكلم هنا على إيه على الإيه البيئات الجبلية أو فيها وكده المهم جاب لي هنا فاوند بس تصريف تالي المفروض في هنا حاجة ناقصة في التكوين بتاع المبنى المجهول أيوة يا مستر المفروض كان جاب لي إيه كان جاب لي إزار. يبقى ار فاوند تمام لأن هي أصلا فايند فاوند فاوند نمبر 7 What kind of habitat is the area around the Nile Delta cold? هو جابها لي هنا ده كله سؤال بس في المبنى اللي إيه؟ عشان ما تلخبطش ده في المبنى المجهول برضو ازاي يا مستر؟ ده كله ايوه What kind of habitat دي كلها في محل فاعل. في محل اداه استفهام الاول سوري دي اداه استفهام. ادي الفعل is with the area around the Nile Delta ديت الايه؟ المفعول وفي الاخر التصريف الثالث هيبقى ايه؟ هيبقى cold خلي عشان ما تسرحوش في السؤال. نمبر 8 fewer magazines sell today by news agents because of the internet مجالات قليله دلوقتي يتم بيعها طبعا مش هتبيع نفسها طب مجالات مفروض ولا جمع تجمع يا مستر يبقى ار وكلمه sell برافو sold تصرف تالت نمبر 9 which kinds of habitats are finding at جبل البا يعني اي الانواع بتاع المواطن الموجوده ما ينفعش اقول ار فايند امال اقول ايه ار فاوند يعني يتم او تم ايجادها او يتم ايجادها تمام يبقى هنا اميزار تصريف ثالث نمبر 10 hundreds of dead palm trees is grown here مئات اشجار النخيل طبعا از ازاي يا مستر ده ار تمام يبقى ار جرون هير نمبر 11 اور beaches ار فيزيتد with احنا قلنا يا مستر فيزيتد باي يتم زيارته بواسطه بتيجي قبل الايه الفاعل نمبر 12 واي ازنت جبل البا فيزيتنج يا مصر احنا هنا بنتكلم في الايه؟ في المبنى المجهول يبقى هنا فيزيتد لان جبل البا مش هيزور بنفسه ده تم زيارته. نمبر 13 النيزك ليك ديسكرايب باي فيزيتورز از وان اوف ذا بيست بليسز تو دايف اند سويم بحيره النيزك يعني توصف يتم وصفها اولا هي مفرد تمام؟ طيب يبقى ايز والتصريف ثلاث من كلمه ديسكرايب هتبقى ايه؟ ديسكرايب describe هتبقى ديسكرايبد كل اللي هعمله اضيف لها دي لان ده فعلا منتظم. نمبر 14 In Australia, في استراليا, the start of spring, بداية الربيع, celebrated in سبتمبر every year, يتم الاحتفال بها في شهر سبتمبر كل عام. طبعا البداية نفسها يبقى إيه؟ يبقى مفرد، يبقى هنا is تمام. Number 15. Do you help it daily with your homework? طبعا الناس مش واخدة بالها تقول يا مستر دو ما يجيش وراها ماضي وديد ما يجيش وراها ماضي أمال إيه؟ أنت مش مركز. هنا عايزك تجيب في الأول أم أو إز أو آر. يبقى هنا يا أم يا إز يا آر. طب آر هتنفع مع يو تمام يبقى ار يو هيلب تمام جه دورنا دلوقتي مع جنرال اكسرسايزز اون ليسونز 1 اند 2 تمارين مع الدرس الاول والثاني طبعا اول سؤال عندنا سؤال ده واتفقنا الترم الاول بنعمل ايه اول حاجه بنكتب خطوات تكوين السؤال على اليمين ده اول خطوه اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل, فعل اس تكمله خطوه تانية بقرا العنوان بتاع الديالوج عشان بيعرفني بيتكلم على ايه ايمن از توكينج تو هيز فريند رامي اباوت جبل البا ام بيكلم مع رامي عن ما كان اسمه جبل البا خطوة الثالثة أقرأ الديالوج بالكامل بأكد من غير محل ولا كلمة ليه؟ عشان أعرف التفاصيل بتاع الحوار اللي دار بينهم. خطوة الرابعة أقرأه كمان مرة وأبدأ أحل سؤال وإجابة وخلي بالك لما تقرأ الديالوج كله من غير ما تحل بيساعدك تحل أول أسئلة لأن أول أسئلة معتمد على الإجابات اللي بعد كده. أيمن بيقول لرامي Today I have read an interesting article about a national park. بيقول له ده أنا قرأت النهاردة مقال رائع عن محمية طبيعية. فبقول له What is it called؟ اسمها إيه؟ طبعا قال له على اسمه انا مش عارف يتكلم على ايه لسه بس رامي بيستعجب يقول له جبل البا اذا هو فوق قال له جبل البا تمام اتس كولد جبل البا طبعا استغرب قال له جبل البا وسال سؤال رد عليه قال له ات اتس نيم فروم ذا ان ذا ميدل اوف يعني تم اخذ الاسم بتاع جبل البا ده من الجبل الموجود في وسط المنطقه دي طبعا ممكن يقول له هو فين المكان ده او المكان ده خد اسمه ازاي فعندي اكتر من حاجه How does ات it take its name؟ طب انا جبت ليه هاو داز اولا هاو بتسال عن ازاي خد اسمه جبت داز عشان takes فيها اس وشلنا الاس ات الفاعل رقم ثلاثه اللي رقم اربعه الفاعل الاساسي تيك وتكملة it's name فقال له طبعا كان يو جيف مي سم مور انفورميشن اباوت ات ممكن تديني معلومات اضافيه ايمن رد عليه وكمل قال له اتس ناشونال بارك ويتش از is باي جراس لاند ديت محميه طبيعيه محاطه بالايه بالايه العشب يبقى اذا هو قال له ما قال له هل انت ممكن تديني بعض المعلومات اكيد هيوافق يقول له ايوه طبعا يقول له ايه يس اوف كورس بعد كده رامي قال له is فيزيتد باي ماني people افري year هل يتم زيارته بالعديد من الناس كل عام طب احنا قلنا جاب العلبه في مكان صغير كده وما بيزوروش الا البدو غالبا والحاجات دي كلها فبالتالي ممكن اقول نو ات ازنت طب ليه يا مستر ما قلتش نو no او ليه ما قلتش يس yes. كمل كده بيقول له ليه قال له بيكوز اتس نوت ايزي تو ريتش يعني من, من غير السهل او من الصعب الوصول اليه مش سهل توصل له اتس لوكيشن از ريموت الموقع بتاعه بعيد جدا فبالتالي هنا نو هي الافضل وهي الاصح ما ينفعش اقول يس هنا فبالتالي هيساله يقول له لماذا طبعا يقول له ايه واي لان الاجابه بتاعتنا بقى بيكوز وهو بيبني السؤال على الجزء اللي فات قبل كده ناخد بعد كده سؤال تشوز نمبر 1 بروتكت يجب ان نحمي كوكبنا protect is similar in meaning to protect بتساوي في المعنى ايه طبعا بتساوي كلمه save يعني يحمي يحافظ على number 2 Our an is an area in the desert where you can find water and it's always green منطقه في الصحراء ممكن نجد فيها ميه وغالبا بتبقى خضراء او دايما بتبقى خضراء يبقى الواحه اللي هي number 3 to form the adjective of the word nation we add the suffix عشان نجيب الصفه من كلمه nation بنضيف لها ايه خلي سافكس يعني حاجه في اخرها يبقى هنا اي ال يبقى ناشونال يبقى هنا قومي نمبر فور ذا سينونيم اوف برايد از مرادف كلمه برايد هيبقى طبعا شايني يبقى لتر بي يعني لامع نمبر فايف ذا نوت از ا لارج ناتشرال اريا اوف لاند ويتش از موستلي جرين منطقه طبيعيه كبيره من الارض طبعا غالبا بتبقى لونها اخضر يبقى هنا جراس لواي جراس لاند البيئه العشبيه تمام نمبر 6 this شوب اونلي sells magazines المحل ده بيبيع فقط المجلات اتس a بيعتبر ايه طبعا نيوز ايجنت احنا قلنا معناها بائع الصحف او محل البيع الصحف بعد كده ريد اند كومبليت السؤال ده تاني سؤال في الامتحان عندنا بعد الديالوج على طول جايب لي هنا ست كلمات جايب لي هنا اربع فراغات زي ما قلت لك قبل كده كده عندك في كلمتين زياده الاربع فراغات منهم كلمه خاصه بالجرامر عشان تحل صح اقرا الكلمات تفهم معناها اقرا الفقره مره واثنين وثلاثه لما تفهمها كويس وابدا حل ولو عندك مشكله في اول نقطه سيبها للاخر هتبقى سهله اميزنج يعني مذهل لوكيتس اللي هو الموقع از لوكيتد يعني تقع مبني المجهول سبرينجز ينابيع سويمنج اللي هو السباحه لوكال محلي there are different places that could be on the list of Egypt Egypt's natural wonders في طبعا اماكن مختلفه ممكن تضع او يتم وضعها في الليسته بتاعها جايب الطبيعه في مصر one of these is wadi الوشواشي wishwashi احدومه طبعا ما اسمه وادي الوشواشي which not on the way to south sinai يعني موجود او بيقع يبقى هنا is located مبني مجهول there you can هناك ممكن ايه you can find that you can find ايه طبعا انت ممكن هناك ممكن تجد springs اللي هي الينابيع that not from small او that form small lakes بتشكل بحيرات صغيره It's a wonderful place for وده مكان رائع لايه؟ طبعا للسباحه يبقى هنا swimming really فعلا it's not an not place to visit ده يعتبر مكان انا عايز اوصفه يبقى هنا amazing place to visit مكان مذهل اللي احنا نزوره بعد كده سؤال جرامر صح كلمة بين قوسين. The خارجه is visited by many tourists every year طبعا واحد الخارجه مش هتزور نفسها المفروض ايه؟ يعني يتم زيارتها يبقى هنا is بقى كده visited خلي بالك عشان في ناس بتتلخبط لان التكوين هنا عندي مش كامل لازم اكمله is visited number two letters are delivered of the postman الخطابات يعني تم توصيلها ازاي بقى؟ المفروض اقول باي عشان هنا بدنا جول بواسطه تمام. نمبر 3 لارج areas اوف ويت لاندز باي ايس يعني مناطق مساحات كبيره من الارض الرطبه تغطى بالجليد يبقى هنا طبعا المناطق ديت مفرد ولا جمع جمع وبعد كده تصريف تالت من كلمه cover هيبقى covered تمام نمبر 4 English teach at our school. الإنجليزي مش هيعلم نفسه يتم تعليمه يبقى هنا يبقى هنا is وبعد كده التصريف تالت من كلمة teach هيبقى إيه؟ هيبقى taught يبقى teach taught taught تمام. نمبر 5 My grandfather's house المنزل بتاع جده Surrounded by some beautiful fields محاط بحقول جميلة أو بعض الحقول الجميلة طبعا مش هيحيط نفسه وتم تم إحاطته المنزل مفرد ولا جمع مفرد وبعد كده أكتب كلمة إيه surrounded تمام يبقى وأنت بتكتب خلي بالك تجيبها في الماضي يبقى surrounded يحاط به آخر حاجة write 100 of 10 words تكتب 110 كلمة عن إيه a. a view of a natural wonder in Egypt يعني مقال نقدي عن محمية أو عجيبة طبيعية في مصر الموضوع موجود في اخر الكتاب احنا قلنا ما بنحبش الناس تحفظ الايه الباراجراف امال اعمل ايه خد منه افكار واكتب انت باسلوبك وراعي ان اول حرف من جملة كابيتال او كل جمله طبعا اخر جمله فيه فلوستوب في مسافات بين الكلمات وحسن خطك ما تغلطش في السبيلنج ولا الجرامر عشان ده كله عليه درجات ولو عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتس في تعليقات وارد عليك ان شاء الله في اقرب وقت وبكده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله كان معكم مصطفى احمد العبد من قناه دروس عالمي اونلاين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته